السلام عليكم ورحمة الله. عنوان قصتنا اليوم أنين أب، فمن صاحب هذه القصة وما هي قصته؟ تعالوا بنا لنعرف. خذ من التاريخ عبرة. جاء في سنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد وما صححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. ولهذا الحديث سبب وقصة جاءت في معجم الطبراني الصغير ورواية لابن أبي الدنيا، وإن كانت رواية ضعيفة لكن يستأنس بها في هذا المقام، وتفاصيلها كالتالي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتني بأبي. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسأله عن شيء قاله في نفسه وما سمعته أذنه، يعني أنه ما نطق بهذا الشيء يوما ما. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله؟ فقال الشيخ: سأله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، وأخبرني عن شيء قلته في نفسك وما سمعته أذنك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. قال: قل وأنا أسمع. فقال الشيخ: قلت: غذوتك مولودا وصمتك يافعا، تعل بما أحني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فعند ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبي. أخي المستمع الكريم، إن مثل هذه الحالة التي وردت في القصة لهي موجودة بكثرة في مجتمعنا هذه الأيام. فالأب يربي وينفق ويعلم ويكدح، حتى إذا وصل الابن إلى مكانة ووظيفة جيدة بدأ ينسى تاريخ أبيه القديم معه، حتى إذا تزوج وأنجب سرعان ما يمحى ماضيه مع أبيه يمحوه مستقبله الجديد مع أولاده. يحدث هذا مع كثير من الأبناء إلا من رحم الله. وغالبا أخي المستمع الكريم ما يكون الأب هو الجندي المجهول الخفي في أي أسرة، فهو يكدح لتوفير لقمة العيش لأولاده، وأحيانا يوصل النهار بالليل لكي يحصل على بعض الدراهم الإضافية ينفقها على أولاده. وغالب الآباء الذين هذا حالهم ينسون أنفسهم من ملذات الحياة ومتعها المباحة، لذا كان فقد الأب لا يعوض أبدا، والفراغ الذي يتركه في البيت لا يمكن لأحد غيره أن يملأ، فهو عمود البيت وأساسه وصمام أمانه. وعذرا لكل أب يسمعني الآن، فلن أستطيع أن أوفيه من حقه إلا القليل، فدقائق الحلقة معدودة، لكن لابد أن يعلم كل ابن أنه وماله لأبيه، وأنه إن لم يحسن اليوم كابن فلن يحسن إليه غدا كأب، وكما يدين الإنسان يدان. والسلام على الآباء. خذ من التاريخ عبرة.